بموازات مع الأعمال اليدوية الخاصة بالصناعات التقليدية، أقامت المؤسسة أسبوعاً علمياً قدم فيه التلاميذ تجاربهم العلمية تخص عدة مجالات. بموازاة مع الأسبوع الثقافي والحرفي 11، خلدت المؤسسة أسبوع العلوم، أقيمت فيه تجارب علمية تعرف خلالها التلاميذ على كيفية تشريح الكتاكيت. تزامنا مع الأسبوع الثقافي داخل المؤسسة كنقوم بأسبوع علمي. هذه السنة ركزنا على التشريح. لماذا التشريح؟ لأن بالنسبة للهدف، الهدف من التشريح هو التحسيس ديال التلاميذ ونشوفوا المهارات اليدويه ديالهم. ثانيا كاين بعض التلاميذ اللي عندهم الطموح باش يديروا الطب او الصيدله، هذه مناسبه باش يديروا في العاجل. كما تم تجديد بركان المصغر وهو في حاله انفجار. اذا قام التلاميذ ديال اولى اعدادي بانجاز مجسم لبركان انسكابي، بعد ذلك باستعمال المواد الأولية الجبس والماء، بالإضافة بعد ذلك سيقوم التلاميذ بإنجاز هذه المناولة باستعمال الخل وكذلك الصودا والملون الطبيعي، حيث سيقوم هذا التلاميذ بإضافة هذه المواد إلى فوهة البركان أو إلى مدخنة البركان من أجل ملاحظة صعود اللافا المائعة. Thank you.